لا طابلز والمنافسه كانت في المستوى خاصه حضور اعضاء فريق الوطني العسكري. سباق على الطريق باتم معنى الكلمه، وان شاء الله يزيد يتحسن المستوى ان شاء الله في المواسم المقبله، ونكونوا حاضرين ان شاء الله مره اخرى. كما قلت المضمار كان ما شاء الله مضمار سياحي نقدر نقولوا، يعرفنا بالمناطق السياحيه اللي وجدها، والتنظيم كان ما شاء الله يعطيكم الصحه، ان شاء الله يكون يولي سباق دولي. صورة تذكارية رياضية متوجة